ما هو الإسلام؟ أريك <سؤال> إسلام <_ islam> الإسلام هو أن تفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة الإسلام هو أن تفرد الله بنوع التوحيد الثلاثة الإسلام هو أن تفرد الله توحيد والمسلم لابد أن يطيع الله ولا يعصى الله سبحانه وتعالى مسلم تكون جتون إبادة شيرمان تا الله سبحانه وتعالى يعني مسلم لابد يصلي مسلم جمبين جتون لماد نعم والمسلم <سؤال> لابد <سؤال> يتميز عن اليهود عن النصارى المجوسي مسلم يجب أن توا تاك جا نعم الدين الاسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات سلسلة الإسلام اسلام مي المرتبة الأولى الإسلام. المرتبة الثانية الإيمان. องประกอบที่สองนั่นคือการอีมานศรัทธาต่อหลอ ال ประการที่สามนั่นคือการทำความดีหลักการอิสลามหรือรุมกลอิสลามนั้นมีห้าประการด้วยกันหลักการศรัทธานั้นมีหกประการด้วยกันหลัก وا การทำความดีนั้นมีแค่หนึ่งหลักการเท่านั้น